حقيقة هذه وضعت خطة قبل بدء موسم التسويق. هذه الخطة قبل 10 أيام وضعها دولة رئيس الوزراء باجتماع مشترك كانت في وزيرة المالية، وزير الزراعة المعنيين، وزير التجارة، وحضرنا هذا اللقاء ووضعنا الخطة. ابتداء دولة رئيس الوزراء أكد على 3 فقرات مهمة، وهي أنه أولا المبالغ المالية تكون مخصصة قبل أن يبدأ الموسم في أي مكان. أمس إحنا في إقليم كردستان وضعنا 40 مليار، 20 مليار بسليمانية، و10 مليار بدهوك، و10 مليار بأربيل، بحيث أمس أول فلاح استلم بالإقليم، سلم الحاصل، استلم المبالغ. هذه أول فقرة كانت، هذه يعني في كل السنوات الماضية حتى قبل 2003 هذه مشكلة عويصة، باعتبار أنه المبالغ تستلم بعد فترة طويلة من تسليم حاصل الفلاح، تصل إلى بعض السنوات إلى سنة كاملة. هذه أول فقرة. الفقرة الثانية تسهيل مهمة الفلاح. كيف وضعنا خطة بأنه نشتغل ليل مع نهار لمدة شفتين 24 ساعة، موظفين الأبطال في 70 موقع في العراق يشتغلون ليل نهار في عملية استلام للفلاح. نصل يوميا إلى استلام 100,000 طن باليوم الواحد على مستوى جميع المحافظات، وهذه أيضا كانت للفلاح. الفقرة الثالثة تخفيف طريق الفلاح، باعتبار الفلاح يجي يبقى 15 يوم بالسايلو، اليوم الفلاح يدخل أول يوم بالكثير، ثاني يوم يسلم الحاصل ماله. هذه كل الفقرات اللي رسمت خطتها قبل بداية موسم التسويق أتت بأكلها. نعم. لذلك فإحنا نشوف هذا الموسم كان موسم مميز. طيب. تقريبا الآن من بغداد جنوبا كان مميز جدا، والآن من بغداد شمالا نبدأ الذروة هذه الأيام. طيب دكتور حيدر، كان هناك طموح لدى التجارة بالوصول إلى كمية الحنطة إلى 4 ملايين طن، هل تحقق هذا الطموح وكيف سينعكس على الخزين الاستراتيجي؟ نعم، ابتداء هذا كانت توقعات لوزارة الزراعة، في كل موسم تتوقع كميات. وزارة الزراعة كانت دقيقة نوعا ما ب4 ملايين طن، احنا اليوم عبرنا 1,000,000 طن، واحنا الآن بمنتصف الموسم، باعتبار انه الآن المحافظات الجنوبية من بغداد جنوبا بدأت تقل الكميات. يعني اكثر مثلا اكثر محافظة كانت 21,000 تستلم يوميا واسط، اليوم تستلم 7,000. بقية المحافظات السماوة بدأت تقل 1,000 طن واقل، مثلا بابل 5,000 طن وأقل. ما الأسباب؟ أسباب انخفاض التوقعات. الانخفاض خلص، يعني كل حاصل الموجود بالتسع محافظات الجنوبية كل الحاصل بدأ يقل، باعتبار أنه حصدوا كل الفلاحين. الآن بدأ يزيد في ذروة في محافظات كركوك، في محافظة صلاح الدين، نينوى، هذه المحافظات الآن الثلاثة الذروة. يعني اليوم صلاح الدين احنا أمس استلمنا 23,000 طن بيوم واحد، راح تبقى هذه لفترة حوالي 10 أيام تبدأ تقل، وهكذا محافظات الجنوب بدأت تقل وراح تنتهي خلال 10 أيام، ومحافظات الشمال راح تزيد. اليوم أربيل وسليمانية ودهوك استلمنا 2,000 طن أمس، الأيام القادمة راح نستلم باليوم الواحد يجوز 10 إلى 12,000 إلى 15,000 طن، وهكذا تزيد ذروة وبعدين تبدأ تتناقص. نعم. في محافظات الإقليم. طيب دكتور حيدر، هل هناك تخوف من انحسار الأراضي الزراعية بسبب شح المياه واستخدام تقنيات الري البدائية؟ يعني حقيقة هو توجه الحكومة بهذا الموضوع، سيد رئيس الوزراء في واسط يعني وجه الفلاحين على أنه الآن نبدأ طريقة ري جديدة، نحتاج ماكو بعد هذه موضوع السقي، سقي ومي كثير يصير. نعم. على يفترض علينا احنا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي، يفترض على فلاحنا يكون عنده وعي بهذا الموضوع، يبدأ يستخدم طرق الري الحديثة. اليوم أكثر المحافظات الآن في كربلاء، في السماوة، الآن الري بالرش، حتى الغلة تختلف. يعني كانت الغلة الطن الدونم الواحد يعطينا 700 كيلوغرام، اليوم الدونم الواحد دا ينطينا طن 600 كيلوغرام، لأن آلية الرش صحيحة. فآلية الرش إذا استخدمناها في المواسم القادمة، إذا هذه السنة نستلم 4 مليون طن، ممكن سنة الأخ نستلم 6 مليون طن. ما هي أكثر المحافظات التي تضررت من الجفاف، وأيضا ما إمكانية علاج هذا التراجع فيها؟ حقيقة هذا العام يختلف عن كل الأعمال، ماكو جفاف في أي محافظة. المحافظات. نعم. كل المحافظات من البصرة، البصرة احنا استلمنا 18,000 طن في العام الماضي، اليوم 50,000 هذا الموسم، إذن أكثر من ضعف. السماوي العام استلمنا 70,000 طن، اليوم احنا وصلنا 130,000 طن. فكل محافظاتنا هذا الموسم بسبب الأمطار زادت الكميات بها، ماكو محافظة من المحافظات. نعم. قلت.
طيب دكتور حيدر، ننتقل إلى موضوع آخر، إجراءات وزارة التجارة في دعم السوق التي اتخذت منذ بداية موضوع الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الحكومي، هل هي مستمرة وكيف يمكن تقييم الإجراءات حتى هذه اللحظة؟ تتحدث فيما يتعلق بالسلة الغذائية؟ نعم. صح؟ نعم. نعم طبعا السلة الغذائية احنا اليوم نوصل شهر الحصة الخامسة واحنا بعدنا بشهر الخامس، فحتى اليوم طالما احنا نوزع الحصة بشكل منتظم السوق مسيطرين عليه. نخلي الآن نتأخر شهرين، الموازنة اليوم احنا ننتظر إقرار الموازنة، المبلغ نعم. اللي بالموازنة مبلغ قليل بالنسبة لوزارة التجارة، ممكن السلة الغذائية ما نكمل مثل العام الماضي انطينا 11 حصة، هذا الموسم احتمال أقل باعتبار أنه الموازنة مو نفس موازنة العام، موازنة العام الماضي وصلت مع تقريبا 11 تريليون نعم. احنا هذا الموسم 7 تريليون، ممكن ما نقدر احنا نجهز السلة الغذائية لغاية نهاية السنة. فاحنا الآن محددين بما يخرج من الموازنة في عملية الاستمرار في موضوع توزيع السلة الغذائية على المواطنين. نعم.